السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال تانية إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة القليوبية. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رقم واحد في الجغرافيا، أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، دي خريطة الوطن العربي. تعالوا نشوف مع بعض الأرقام على الخريطة بتشير إلى ايه. واحد بيقول دائرة عرض رئيسية، هي دائرة الاستواء. اتنين المحيط الهندي. تلاتة جبال الحجاز. بعد كده رقم أربعة مضيق جبل طارق. ست خمسة هي دولة ذات فائض سكاني، يعني عندها فائض في السكان أو زيادة في السكان، هي مين؟ مصر. ب ما النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي؟ ايه اللي ترتب على كده؟ ترتب على ذلك رقم واحد نهب خيرات الوطن العربي، اتنين تقسيم الوطن العربي الى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان، تفصل بينها حدود سياسية مصطنعة. فظهرت بعض المشكلات السياسية، ومنها مشكلة فلسطين ومشكلة المدن المغربية سبتة ومليلة، وكمان عندنا مشكلة بعض الجزر الإماراتية، ومشكلة جنوب السودان، ومشكلة دارفور. رقم اتنين من النتائج المترتبة على وجود قمم جبلية مرتفعة في الوطن العربي بالنسبة للمناخ، ترتب على ذلك تغطية الثلوج لها لشدة ارتفاعها. ترتب على ذلك تغطية الثلوج لها لشدة ارتفاعها. ما العلاقة أو إيه هي العلاقة غير المتوازنة؟ ما النتائج التي ترتبت على العلاقة غير المتوازنة بين السكان في بعض الدول العربية والموارد المتاحة؟ هقول ترتب على ذلك أن يعاني الوطن العربي من خلل في توزيع السكان، وهو ما يعرف بالمشكلة السكانية. يبقى ترتب على ذلك ايه؟ معاناة الوطن العربي من خلل في توزيع السكان، وهو ما يعرف بالمشكلة السكانية. رقم اتنين اكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية: أهمية المكان، وقت الحرب والأزمات والسلم. دي كده بيشير إلى مصطلح الأهمية الاستراتيجية. اتنين جبال نشأت نتيجة الحركات الالتوائية التي تعرض لها سطح الوطن العربي، يبقى هي جبال التوائية. يبقى دي مفهوم ايه؟ جبال التوائية. رقم تلاتة انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة والعمل، ده مفهوم الهجرة. وده كده جه في الثلاث امتحانات اللي فاتوا، القليوبية والإسكندرية والجيزة أو القاهرة تقريبا. مفهوم الهجرة هو انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة أو العمل. ب في أي الدول العربية تقع الظاهرات التضاريسية الآتية؟ واحد الكفرة، توجد في إيه؟ في دولة ليبيا. وادي العلاقي في مصر. نهر العاصي في سوريا. يبقى تاني، واحد الكفرة في ليبيا، وادي العلاقي في مصر، نهر العاصي في سوريا. جيم ما العلاقة بين السهول الفيضية والكثافة السكانية بالوطن العربي؟ حيث يتركز السكان في السهول الفيضية. ليه؟ لقيام الأنشطة الاقتصادية. حيث يتركز السكان في السهول الفيضية لقيام الأنشطة الاقتصادية، لأنها تربة خصبة صالحة للزراعة. ما العلاقة بين التعليم ومكانة المرأة في المجتمع العربي؟ تتمتع المرأة في مجتمعنا العربي بمكانة متميزة، لذلك أتاح لها المجتمع فرصا كبيرة في التعليم، فقد زادت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي إلى 77% بعد أن كانت ضعيفة بسبب إيه؟ بسبب بعض العادات والتقاليد الخطأ التي تمنع تعليم الإناث. ثانيا التاريخ، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. احتلت دولة الفرس بعض البلدان، ومنها دولة الفرس، يبقى احتلت دولة العراق.
مكث محمد صلى الله عليه وسلم فترة رضاعته في ديار مين؟ في ديار بني سعد. من الذين ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو مسيلمة الكذاب. أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته لعلي ابن أبي طالب يوم إيه؟ يوم خيبر. أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته لعلي ابن أبي طالب يوم خيبر. لوقف هجمات الروم على سواحل مصر والشام فتح المسلمون إيه؟ فتح المسلمون قبرص لوقف هجمات الروم على سواحل مصر والشام. بما تفسر فرح عبد المطلب بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. ليه حبيبي؟ لأنه كان عطاء لهم من الله وتعويضا عن فقد آبيه فأخذه جده وطاف به حول الكعبة. بما تفسر يعتبر صلح الحديبية نصرا كبيرا للمسلمين، حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى ملوك العالم يدعونهم إلى الإسلام، وبذلك بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا، فكان هذا الصلح فتحا مبينا على المسلمين. بما تفسر انقسام المسلمين إلى فريقين أثناء خلافة علي بن أبي طالب. هنقول لأن الفتنة بسبب ازدياد الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبأ اليهودي بين المسلمين بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، وعندما تولى علي بن أبي طالب الخلافة انقسم المسلمون إلى فريقين، فريق يطالب بالقصاص من قتلة عثمان وفريق يطالب بتأجيل القصاص من قتلة عثمان حتى تستقر أمور الدولة. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: أرسلت السيدة مين غلامها ميسرة، وهنا في خطأ في الطباعة، يبقى هقول أرسلت السيدة مين غلامها ميسرة في رحلة تجارية مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشام، هي السيدة خديجة. كانت أول هجرة للمسلمين إلى إيه؟ هربا من إيذاء قريش، كانت الحبشة وليس يثرب. يبقى كانت أول هجرة للمسلمين إلى الحبشة هربا من إيذاء قريش. بقي عمرو بن العاص في مدينة إيه المصرية شهرا ينتظر الإمدادات، كانت إيه؟ مدينة بلبيس. يبقى بقى عمرو بن العاص في مدينة بلبيس شهرا لينتظر الإمدادات. رقم 4، اتخذ علي بن أبي طالب مدينة إيه مركزا للخلافة؟ علي بن أبي طالب اتخذ الكوفة مركزا للخلافة. ماذا كان يحدث إذا التزم اليهود بما جاء في صحيفة المدينة؟ طبعا احنا قلنا سؤال ماذا كان يحدث إذا، بنقول فيه عكس اللي حصل في الحقيقة. رقم 1، لن يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. 2، لم يتعاون اليهود مع المشركين ضد المسلمين. ماذا كان يحدث إذا؟ لم يحدث اتفاق بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعد. اللي هيحصل عكس الحقيقة إيه؟ هقول لن يتم اختيار أبو بكر الصديق للخلافة. 3، ماذا كان يحدث إذا لم يقم المسلمون بإنشاء أسطول بحري حربي لهم؟ اللي هيحصل عكس الحقيقة هقول لم يتم صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. ما رأيك في الآداب التي وضعها الإسلام للحرب؟ هقول أؤيد ذلك. هنثبت كلامنا بالدليل إزاي؟ هقول يا حبيبي إيه؟ من أداب الحرب في الإسلام عدم الإغارة ليلا حتى لا تروع النساء والأطفال، عدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة أو الصوامة عدم هدم البيوت أو المعابد، عدم حرق الزرع أو قطع النخل. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل اسئلتنا النهارده. اتمنى رب ان الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهوله واليسر، واتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. لو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير،
والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس وكل عشان يوصلكوا كل جديد. بأمر الله وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.